طارق الخياط رئيس لجنة الترايثون، عندنا أيضا مشارك واحد لورنس فانوس، حدثنا عن تحضيراتك للمشاركة. نعرف الترايثون الألعاب تحتاج إلى جلد ولا تحمل يعني، وأكيد غير بدني خاص تحتاج. أستاذ طارق، نعم حقيقة أنه تحتاج لقدرة هائلة عند اللاعبين، وأيضا هي حديثة العهد في الأردن. يعني هي بفكرة ودعم من سمو الأمير فيصل رئيس اللجنة الأولمبية، هي بال 2005 تشكلت رابطة الترايثلون الأردنية، وبال 2006 استضافت الأردن مرحلة من مراحل بطولة العالم في مدينة العقبة. نعم، وكانت هذه نقلة الاتحاد يعني بالرابطة. هلا اختيار الرابطة يمكن كان حتى تنتسب الى الاتحاد الدولي خطوة انه يصير اتحاد يعني، فان شاء الله انه احنا عم نشجع الان الاندية المحلية انه يمارسوا هذه اللعبة وحتى نحولها لاتحاد ان شاء الله تعالى. لورنس هو الانفيتيشن، هو الدعوة. هو بس مشان كمان نوضح مفهوم الدعوة، لأنه في بعض الإخوان حتى منهم يعني كتبوا في موضوع إنه هذه دعوة وكأنها بالمجان، لكن هي اللاعب حتى يلزمه دعوة من الاتحاد الدولي. هما في كرتين دعوة فقط لا غير. اللاعب لورنس هو منحوه هذه الدعوة بناء على جهوده خلال 4 سنوات وإنجازاته، وللعلم انه الدعوة الثانية حجبت ما منحت، يعني ما وجدوا لاعب ثاني في العالم يستحق انه ياخذ الدعوة ليكمل عقد اللاعبين في لعبة الترايثلون في الأولمبية. يعني دعوة بذراعه، يعني دعوة بذراعه هو اشتغل عليها، والحمد لله وبدعم اللجنة الأولمبية الأردنية أيضا أخذنا له منح التضامن خلال 4 سنوات الماضية أو 2 سنوات الماضيتين، وأيضا حصلنا بجهودنا من الاتحاد الدولي أنه يكون أحد لاعبين ما يسمى فريق الآي تي يو ريو 16، فريق يتم تأهيله من الاتحاد الدولي برضو للعبة، لأنه وجدوا فيه المثابرة والقدرة والحماس والإمكانية الفنية أنه يكون أحد اللاعبين اللي يتم توجيه جهود عليهم حتى يكون أحد اللاعبين في الأولمبياد. والحمد لله كان على قدر التحدي واستطاع أنه يكون ينتزع هذه البطاقة خلينا نحكيها بجهده وبعرقه بتعبه بالنتائج اللي حصلها، لأنه طبعاً حصل على نتائج عظيمة خلال فترة الإعداد الـ4 سنوات. هو الآن خارج البلد مثل الآن عم بيستعد لأنه يشارك في آخر مرحلة من مراحل بطولة العالم في ستوكهولم. في السويد وهذه في 2/7 راح تكون، وبعدها راح يرجع للأردن يكمل تدريبه في الأردن لمدة أسبوع، ثم ينطلق إلى معسكر في لندن في جامعة لوفر حتى يستكمل إعداده قبل السفر إلى الأولمبياد. يعني هاي الرياضة تسمى الرجل الحديدي، يعني هي مرحلة من مراحل المتقدمة الرجل الحديدي. نعم، أي شيء بطلنا لورنس في مشاركاته يعني تدمج أكثر من الرياضة وتحتاج إلى جلد وقوة. طبعا حتى نعرف الأخوة المشاهدين فيها، هذه لعبة تتكون من 3 ألعاب متتالية، هي السباحة ثم الدراجات ثم الجري. والمسافات الأشهر فيها اللي هو ما يسمى بالسبرنت 750 متر سباحة، ثم 20 كيلومتر دراجات، ثم 5 كيلومتر جري. في الـ في الـ في الـ في الأولمبيك المسافة بتصير 1500 سباحة، 40 كيلومتر دراجات و10 كيلومتر جري، وهي مسافات مش سهلة لما يلعبها لاعب بجهد عالي في متتالي، وهذه بيلزمها انه يكون في تشكيلته طبعا الفسيولوجيه والعضليه بطريقه معينه حتى تستطيع انه يكمل هذا السباق ويدخل مراحل ممتازه. ولاعبنا الحمد لله لورنس من الابطال اللي حصلوا مراكز متقدمه جدا على اسيا، واخرها في 2015 حصل مركز 10 في بطوله اسيا، وقبلها في مركز 6 في السنه اللي قبلها في 2014، عدة مواقع مثلا في أبو ظبي، واحدة من مراحل بطولة العالم شارك فيها في أبو ظبي أقيمت، جاب المركز 35 على العالم، وإحنا نحكي لما يكون ترتيبه أصلا 120 على العالم ويجيب 35 في هذه السباقات في آخر مرحلة في 2015، معناته هو تطور هائل، بحيث أنه حصل على دعم الاتحاد الدولي بأنه يكون أحد المتأهلين للأولمبياد بجدار، يعني مو مجرد دعوة يعني
تفضل حتى لا يسموها انه دعوه وكانه عليه، ولكن بناء على جهده كمدكات خلال 4 سنوات ومثابرته ومشاركته وارقامه وتطوره تم منح له هاي البطاقه. ان شاء الله انه يفرحونا زي ما فرحونا بتاهله ان شاء الله. معنا الان كابتن عمار السفري المدرب الوطني للكابتن لورانس فانوس. كابتن عمار مساء الخير. مساء الورد، يعطيك العافيه. تمام الله يسلمك. معنا بالاستوديو الاستاذ طارق الخياط رئيس رابطه الترايثون والاستاذ بكر العبادي رئيس اتحاد جودو، الله يعطيك العافيه. يعني استاذ عمار يعني العد التنازلي بدا يعني والاولمبياد على الابواب، ماذا تقول عن مشاركه لورانس في بطوله الترايثون في اولمبياد ريو دي جانيرو؟ والله بدي احكي انه يعني بطوله مشاركه لورانس في الاولمبياد اجت بعد جهد كبير خلال سنوات اللي مضت لنوصل في هالفتره انه نوصل واحد شاب اردني يشارك في رياضه مثل رياضه الترياثلون. وطبعا لورانس من اوائل العرب اللي شاركوا برياضه الترياثلون، هو الوحيد، هو في المحترف السوري كمان تاهل للاولمبياد في سنوات سابقه. في هاي السنة هو الوحيد العربي المشارك في الأولمبياد، فكان في جهد الحمد لله كثير يعني من 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 أشخاص كثير على رأسهم يعني عندنا بالرابطة في التوقيت الأولمبياد، يعني بوجه كثير على دعمه دائما لإلنا وجهدنا وجهده معنا اللي وصلنا إنه نقدر نوصل لورانس للأولمبياد. نعم، كابتن عمار كيف الآن التحضيرات وال الاعداد النهائي للورانس، كيف شايف خطه الاعداد؟ يعني هلا لورانس هو في بدايه الشهر القادم في عنده مشاركه في بطوله من ستوكهولم، هي جزء من سلسله بطوله العالم. نعم. هاي راح تكون واحد من السباقات اللي المعده للسباق لسباق ريو. يعني ان شاء الله هو في راح يكون في احسن حالاته في ريو، يعني نتمنى انه يقدم سباق ممتاز ويمثل الاردن احسن تمثيل. بالنهايه يعني مجرد الوصول للالعاب الاولمبيه في رياضه مثل الترياثلون شيء صعب كثير. اليوم رياضه الترياثلون بس المشاركين بس 50 مشارك، يعني والتأهيل كثير صعب على رياضه الترياثلون، بس الحمد لله يعني بجهد الاخوان بالرابطه وبجهد الاخوان باللجنه الاولمبيه يعني الحمد لله قدر يوصلوا وتجهيزه ماشي على احسن حال، وان شاء الله راح تشرف الاردن. شكرا كابتن عمار سطري مدرب منتخبنا للترايثلون، مدرب لورانس فانوس الله يعطيك العافيه. ان شاء الله نبحث عن ظهور مشرف ان شاء الله لورانس في اولمبياد ريو دي جانيرو، يعطيك العافيه. استاذ طارق يعني كما ذكرت الاولمبياد على الابواب ونحن الان في المرحله النهائيه، لورانس كيف شايف الدعم لورانس في هذه المشاركه؟ نعرف يعني بحتاج اي رياضي بشكل عام لدعم خاص، وهي الرياضات تحتاج ايضا لتحضير خاص جدا جدا لان كما تسمى الرجل الحديدي. كيف شايف الدعم للورانس حتى انه يظهر بصوره مشرفه في اولمبياد ريو دي جانيرو؟ والله هذا موضوع مهم جدا، شكرا يعني على هذا السؤال. هو لورانس من 6 سنوات هو بدا المسيره الاحترافيه. نعم. وحقيقة انه عم بيعاني. عمره لورانس تقريبا عمره 30 سنة. نعم. وبلعب من 13 سنة فعليا الترايثلون. لكن في اخر السنوات لما تتحدث عن موضوع احتراف هذا بيلزمه يعني تفرغ، بيلزمه طبعا دعم مالي كبير. لعبة الترايثلون فيها ايضا دراجات، ودراجات تجهيزاتها عالية الكلفة. وبالتالي بلزمه دعم كبير. انا كمان الدعم بلزمه خاص جدا لانه استاذ طارق يعني يمكن واحد لاعب كره قدم درب ملعب كره قدم ملعب سله بالضبط، يعني هذه بدها موقع خاص يعني بهالمواصفات، انه يكون مثلا كما ذكرت السباحه الى مسافه، الدراجات لمسافه، الجري مسافه، بده يعني وهي لا ياتي الا بمشاركات ببطولات معينه. اكيد هذا قصد الدعم كان للسباحه. نعم. بده مكان يتدرب دراجات، وبده مكان يتدرب بده يعني 3 امكنه
بجوار بعضها. حقيقة اللعب الواحدة بيكون لها موقع واحد زي ما تفضلت، إنه ما كرة قدم في ملعب كرة قدم، كرة سلة وكذلك الأمر، لكن الجودو الجودو صار. بس هذا بده يعني ثلاث مواقع حتى يتدرب بس، يعني مش إنه بس يشارك البطولات منتشرة بالعالم، هذا بيلزم سفر. لما نتحدث عن آسيا، إحنا مشكلتنا مثلاً في هذه اللعبة، ولهذا السبب مثلاً شكلنا أو سعينا إلى تشكيل الاتحاد غرب آسيا، وكمان هذا يعني بصعوبة حتى أخذنا موافقة الاتحاد الآسيوي، لأنه مجرد مشاركاتك أنت في آسيا في بطولات آسيا بستلزمك سفر من 7 ساعات إلى 9 ساعات إلى 10 ساعات حتى تروح على مكان البطولة. هذا مكلف، هذا بده وقت، وهذا اصلا في اعداد اللاعب بلزمه تكلفه عاليه جدا. الواقع الواقع احنا استطعنا انه نعمل له بس اللي هو منحتين، منحه التضامن الاولمبي عن طريق اللجنه الاولمبيه الاردنيه، وهذا دعمونا فيها. نعم. وهذه لها سنه واحده. والمنحه اخذناها من الاتحاد الدولي، دعمونا فيها يعني بحكم علاقاتنا مع رئيس الاتحاد الدولي، لانه اخذنا له منحه للتدريب في اخر سنتين كان مع فريق ريو 2016. لكن هذا غير كافي، يعني هذا في تدريب على مراحل بسيطة، المبالغ اللي بياخذوها مش مبالغ يعني بجوز ما بتكفي أشهر. وحقيقة يعني بجوز المهندس بكر تحدث عن التحديات في اللي بواجهها الجودو، يعني بدنا نتحدث عن التحديات اللي تواجه الترايثلون، اللي هي أساسا النقطة الجوهرية اللي سألتها في البداية أستاذ سامي، اللي هو ليش مش اتحاد مثلا، وليش احنا ميزانيتنا، وخليني احكيها على الهواء، يعني انه احنا ميزانيتنا 22,000 دينار في السنه. نعم. وانت لما تتحدث عن 22,000 دينار وعندنا لاعبين اخذوا بطوله العرب لعده سنوات، واخرها في سنه 2016 في شهر 3 برضه اخذنا ذهبيه العرب، في 2014 وفي 2013 فاحنا عم نحكي عن ابطال عرب، وبنفس الوقت عندنا لاعب متاهل للاولمبياد، وعندنا مجموعة من اللاعبين الجيدين أخذوا بطولات في إحدى مراحل البطولات العالم في أبو ظبي، برضو عندنا لاعب اللي هو فراس الحمود حصل على المركز الثاني، وعندنا كمان محمد أبو جوهر حصل على المركز الأول، عبد العزيز شعيبي برضو في البطولة العربية حصل على المركز الرابع. هذا يعني إنه في جهد يبذل بالقدر هذا البسيط جدا. في بطولات محلية عندنا في شهر 3 كان عندنا بطولة ضخمة غطاها التلفزيون بشكل واسع، مشكورين، في البحر الميت، وكان فيها 150 مشارك. عندنا بطولة عالمية الآن جايتنا في شهر 11 في العقبة، وهذه طبعا مدرجة على لائحة الاتحاد الآسيوي للترايثلون والاتحاد الدولي، وراح يجيها مشاركين من مختلف أنحاء العالم، متوقع مشاركة لا تقل عن 300 مشارك يجي يشاركوا فيها في العقبة، في تحديدا في 18/11، وراح يكون راح تحت رعاية سمو الأمير فيصل المعظم اللي هو رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، وهذا كله بجهود زملائنا في لجنة إدارة الرابطة، وبالدعم المحدود من المحدود جدا. ستكرر هذا كعضو اللجنة الأولمبية 22/12، شو بسوي يعني؟ أنا هلا زي لابس طاقيتين، طاقيه عضو مجلس الاداره باللجنه الاولمبيه. يعني هو صحيح يعني تم تقييمه، هو على في شيء اسمه اتحادات، واتحادات نوعيه وبجزء لجان. نعم. هو حتى توزيع الموازنات بتيجي على حجم الاتحاد وحجم اللعبه، بقدر ما يعني تكون هذه اللعبه بتساهم برفع. لكن احنا يعني بصراحه انا دائما بحكي اذا كان هناك في نتائج لاتحاد معين او رابطه معينه او لجنه معينه، المفروض انه يكون في دعم مختلف، لانه هذه اللعبه عم تمشي صح، القائمين عليها عم بيخططوا صح. لذلك بالضبط يعني انا هذا اللي بحكيه بجوز لاخي طارق دكتور، انه يعني احنا باول سنتين بلشنا نمشي حسب الخطه، وبعد التقييم كنا ما بيسمى بالبرتقالي الاصفر بعدين الاخضر. هلا يعني لما توصل الاخضر بتكون امورك صارت ممتازه. لما وصلنا صحيح صارت الموازنه دبل، كان مثلا 50,000 صارت 100,000 او اكثر، يعني احنا هذا مجازا نحكي. هم براعوا باللجنه الاولمبيه بعد التقييم انه يتم رفع موازنه هذا الاتحاد او هذه اللجنه حسب النتائج اللي يعني تم تقييمها منهم. احنا بنطمح برضو من الاخوه بالقطاع الخاص او حتى الشركات كداعمين، انه هذول اولادنا وابنائنا اللي راح يمثلوا الاردن بالاولمبياد،
يعني هذول أبطال أولمبيين المفروض إنه تتبناهم برضو بعض الشركات الكبيرة المعروفة إنه تدعم هذه اللاعبين كلهم يعني 8 أو 10 لاعبين إنه يتم دعمهم من خلال هذه المؤسسات اللي يعني هي ما بتبخل عليهم، لكن احنا نتمنى انه كل مؤسسة تعتمد على لاعب ودعمه حتى نهاية الأولمبياد، وايضا حتى يكون هذا الحكي سبر لسنوات قادمة ان شاء الله. فاحنا بنتمنى على اخواننا بالقطاع الخاص بشكل خاص دعم هذه الالعاب ودعم هذول اللاعبين اللي بيمثلونا واللي راح يرفعوا يعني راية البلد عالية ان شاء الله في الأولمبياد. نتمنى انه دعمهم متواصل، يعني انه ما تخليهم بس سنه، برضو كمان يتم دعمهم على سنوات قادمه ان شاء الله. نحن نتوقف الان بهذه الاستراحه من زميلنا العمان البلاسمه. نستذكر المشاركات الاردنيه السابقه في الاولمبياد. استاذ طارق، الان بالنسبه للورس في فحوصات طبيه مستمره، بنعرف انه هاي الرياضه مجهده يعني، ونعرف يعني لا قدر الله بنعرف بنسمع عن كثير من الحالات الاصابات الرياضيين خاصه بالقلب، يعني في فحوصات مستمره مثل هذا الرياضات موجوده باستمرار للميدان على حاله الرياضي المشارك فيها؟ حقيقة أنا يعني وأنا عم بذكر إعداده للورنس، هو لاعب محترف وهو جزء من الاحتراف، قضية الفحص الطبي يعني والاهتمام أيضا بموضوع مهم جدا وهو المنشطات، يعني الابتعاد عن تناول المنشطات محظورة، وبالتالي هذا مسألة مهمة كمحترف أنه يهتم فيها أكيد بالفحصات. يعني أنا حتى يعني نكون دقيقين في الموضوع، هو اللاعب نفسه كمان عم بتحمل عبء كبير ومن ضمنه هذا العبء الطبي. الحقيقة إن إحنا مش عم نتحمله لأنه ما عندنا قدرة أصلاً مالية إنه نتحمل قضية الآن في بعض التغطية الطبية من اللجنة الأولمبية. الفحص الدوري. لكن الفحص الدوري كذا يعني هو في له ملف طبي ويتابع، وأصلاً الملف الطبي كمان يتضمن اللي هي الأدوية اللي بياخدها في حالات معينة، حتى كمان هذه ستعرض على اللجنة الأولمبية الأردنية، ومنها يتم التأكد أنه أصلاً أي لاعب يعني المشاركين بده يكون أنه خالي من أي منشطات بيأخذها. فهو يعني فحص هذا يعني بشكل عام هو مرتبط ببعض. العمر 30 مش كبير الآن، هو بتوج مسيرته الرياضية حقيقة. هو لاعب طموح جداً، وأنا أتمنى أنه هو من ضمن طموحاته كانت في 2016 أنه هو يكون سفير رياضي للمملكة الأردنية الهاشمية، وهو حصل على هذا الموقع، وأتوقع هو راح يكون سفير لرياضة الترايثلون في الأردن. راح يكون له، أنا توقعاتي أنه راح يكون له جهد واضح وبارز في السنوات القادمة في إعداد أجيال جديدة في لعبة الترايثلون، في التنظيم، في التدريب أكيد. نعم. يعني هو لاعب يحب أكيد مثل اللاعبين الأردنيين، يحب وطنه وبحب إنه يقدم كل ما يستطيع في خدمة وطنه. نعم. وبالتالي يعني في هذا العمر بالعكس هو تتويج للعبة الترايثلون، هو راح يكون نموذج وقدوة للاعبين آخرين خلفه إن شاء الله، إنه يكونوا بقدر التزامه وعطاء الفترة الماضية. أستاذ طارق، انتشار اللعبة على الصعيد المحلي من 2005 بدأت ممكن العمل، يعني حوالي 11 سنة الآن، كيف شايف انتشار اللعبة؟ هل هناك في أندية بعدد مناسب؟ هل هناك إقبال؟ هل هناك اهتمام في هذا النوع من الرياضة الترايثلون أو الرجل الحديدي كما تسمى؟ والله حقيقة أنه هي رياضة صعبة موضوع انتشارها، احنا بنحاول جاهدا طبعا، انا ما كنت كما اتفقنا صعبة لوجود ملعبها ملاعبها لكن عم نحاول، خاصة قضية السباحة، يعني هي بتعرف يعني الاماكن محدودة في موضوع السباحة، واذا كان في اتحاد السباحة والاندية اللي بتمارس رياضة السباحة لوحدها انت بتيجي برضو يعني منافس لهم في هذا الموقع كرياضة ترايثلون، ايضا بتنافس في موضوع انك تاخذ لاعب يعني جاهز في مثلا الدراجات او انه في الجري. احنا بنحاول نتكامل مع هذه في المساحه الكامله. كم استاذ طارق يعني مساحه الالعاب الثلاثه؟ الالعاب الثلاثه 750 متر سباحه، هذا السبرنت هذا اللي هو هذا الدارج يعني عالميا، 750 متر سباحه.
20 كيلومتر دراجات 5 كيلومتر جري. طبعا هو في منطقه بيناتهم بسموهم الترانزيشن اريا، منطقه الانتقال هذه، اللي بيطلع من السباحه لازم يفوت منطقه الانتقال، بيكون مجهز دراجته والملابس اللي بده يلبسها خاصه الحذاء الخاص بالدراجات بطريقه معينه، بياخذ دراجته بنتقل ل يؤدي الكورس الدراجات، ثم يعود الى منطقه برضه الترانزيشن اريا 2 اللي هي برضه بيركن دراجته، وبعدين بياخذ بغير الحذاء الخاص بالجري وبطلع بيجري الخمسة كيلومتر وبرجع على الخط النهائي بشكل متواصل ما في استراحه. نعم. بده يتعود انه يعني مارس ثلاث العاب رياضيه مختلفه، كل واحده لها اصلا يعني نسيج حركي مختلف مثلا، لا وهذه الصعوبه اللي فيها. الان الحمد لله في عندنا قاعده من اللاعبين واللاعبات، واحنا باستمرار بنطلع يعني، لكن بحجم الامكانيات المتوفره عندنا مش عم نستطيع انه ندرب عدد كبير من اللاعبين، لانه يعني كلكم تعرفوا انتم في الوسط الرياضي انه بحاجه انه تصرف عليهم على مدربين. نعم. وعلى جهاز اداري انه يتابعهم على اماكن. احنا في بعض الاحيان نضطر نستاجر المسابح استئجار، نضطر نستأجر مثلا الدراجات او هذا طبعا موضوع شراء الدراجات كمان مكلف جدا. حد استعانة من اتحاد الدراجات؟ الحقيقة لا، في تعاون مع اتحاد الدراجات في اتصال واحد انه امين سر اتحاد الدراجات موجود عضو عندنا في الرابطة، لكن احنا ما في يعني ما عم نستفيد اي شيء من اتحاد الدراجات. نعم. وشو المانع؟ السؤال بدي اوجه لهم صحيح. يعني حاولتوا وكان هناك مثلا امتناع؟ يعني بجوز كمان هم بمروا بنفس الظروف، ما ما بعرف ظروفهم، يمكن امكانيات، يمكن يعني يا دوب يصرف على لاعبينهم واجهزتهم، لكن برضو احنا يعني كمان الفكر الرياضي بين الترايسل والدراجات في الحقيقه مختلف. انا كنت رئيس نادي طريف للدراجات ولفترات طويله يعني، وحتى مدربنا عمار السطري هو لاعب بطل الدراجات يعني، ونعرف انه لما يكون في ثلاث العاب الحقيقة كل لعبة بيكون مش كما كأنها تلعب لوحدها، يعني لما نلعب لعبة دراجات لوحدها غير لما تكون هي جزء من ثلاثة العاب. نعم. لها تكنيك معين، لها ترتيب معين، لها شكل معين. فإحنا بنحاول نحافظ على خصوصية الترايتون وننشرها. كما ذكرت سابقا انه احنا عندنا محاولات مع عده انديه، عندنا نادي مدينه الحسين. في محاولات مع مثلا القوات المسلحه الامنيه؟ والله اعتقد هذه الرياضات ممتاز، انا هذا يعني الفنون القتاليه كلهم يمكن اعتقد ضمن النشامه بها البنيه لهم كتب اقتصاد مع القوات المسلحه والقوات الامنيه، اعتقد يمكن لو راح تلاقوا ترحيب كبير اعتقد ان شاء الله. يعني هي لها دور كبير بانه يعني بوصول يعني بالعنصر الامني لاقصى درجه من الصحه، يعني هاي الرياضه بالذات يعني رياضه الترايثون. واحنا كان عندنا حاولتوا تحققوا تصار؟ كان في خط مع الدرك حقيقه، كان عندنا يعني عضو في مجلس اداره الرابطه. نعم. يعني احد الاخوان الامين العام للاتحاد الرياضي للدرك. نعم. يمكن في صعوبة برضه في قضية الكلفة إلى آخره، لكن المحاولة يجب أن تكون وتستمر يعني. إن شاء الله إحنا بنحاول، خاصة إنه كمان البنية الجسمية للأبطال اللي بيكونوا موجودين في الأجهزة الأمنية برضه ممكن تساعد كثير إنه هذه البنية الجسمية إنه نوظفها في لعبة الترايثلون. نعم. سؤال أخير، كيف الطقس في ريو؟ هل هناك يعني من خلال الإعداد انه في بطولات تلائم طقس ريو حتى يتدرب على الاجواء هناك؟ والله هو بالتاكيد هي حراره الميه لها دور، حراره الجو والرطوبه لها دور، والحقيقه بصير في يعني من كثره الاجهاد والتعرق اللاعبين اذا ارتفعت درجه الحراره. في معلومات عن الطقس كيف راح يكون هناك؟ حاليا لا ما عندي حقيقه. نعم. لانه بنتمنى انه ما يكون في درجه رطوبه عاليه، يعني يكون ملائم للبطولات اللي شارك فيها عشان اللاعبين ما يرهقوا بشكل كبير. لكن انا حقيقه يعني اذا تسمح لي في عجاله، يعني لما جبت لقطات مشاركه الاردن في الدورات السابقه، الحقيقه الواحد بيشعر بالفخر انه لما يمر العلم الاردني. نعم. ومشاركة لاعبين الآن وتأهلهم للأولمبياد 2016 يزيدنا من هذا الفخر طبعا، باستمرار وجود
ورفع العلم الأردني في عدة محافل رياضية وغير رياضية موجود دائما. هذا إن شاء الله ننتظر العلم الأردني يرفع في التتويج إن شاء الله. لكن برضو أنا يعني رئيس وزارة الترياثلون أنا برضو يعني فخور جدا بلاعبنا لورنس بالإنجاز اللي حققه، وإن شاء الله نتكون فاتحة خير على الطريق. وأنا بدي أحكي إنه إحنا من رواد الترياثلون في الوطن العربي، يعني إحنا حقيقة إنه ينظر إلينا ويشار إلينا بالبنان في الدول العربية. الحمد لله. وإنه الأردن أول دولة في المنطقة العربية وفي المنطقة استضافت مثلاً بطولة كأس العالم 2006، ولليوم بتحدثوا عن هذه الاستضافة وعن الوجود. واليوم برضه هم كان أبطالنا مثل لورنس لاعبين الوطن العربي قاطبة من ظهوره كبطل، وأنا شاهدت هذا الأمر أثناء مشاركته في البطولات العربية. كيف تهافتوا على اللاعبين واللاعبات انه هذا رمز ونموذج له، فهذا يزيدني كمان سعادة وفخرا ان يكون لاعب الاردني في الرياضة في الترايثلون العربي. تحياتنا لورنس، تحياتنا لكل ابطالنا المشاركين، ان شاء الله توفيق يكون حليفنا ان شاء الله في الاولمبياد اولمبياد ريو، بحثا عن اول ميدالية رسمية في تاريخ المشاركات الاردنية. شكرا استاذ مهندس بكر العبادي رئيس اتحاد الجودو، واستاذ طارق الخياط رئيس لجنة، وإن شاء الله نقول مستقبل رئيس الاتحاد الآن رئيس لجنة الترايثلون. الله يعطيكم العافية وإن شاء الله جهود مشكورة لإعداد أبطالنا لمشاركة الأولمبياد. الله يعطيكم العافية. نذهب إلى